في الأخبار العربية والدولية، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إن هذا العام كان استثنائيا، حيث سببت جائحة كورونا خسائر اقتصادية واجتماعية للعالم. وخلال كلمته في افتتاح قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية افتراضيا هذا العام، قال الملك سلمان: لقد ساهمنا في مجموعة العشرين ب21 مليار دولار لدعم جهود التصدي لجائحة كورونا، معربا عن ثقته في أن تخرج القمة بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم. شكت جائحة كورونا المستجد صدمة غير مسبوقة طارت العالم أجمع خلال فترة وجيزة، كما أن هذه الجائحة قد سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية، وما زالت شعوبنا واقتصادنا واقتصاداتنا تعاني من هذه الصدمة، إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي. ولقد تعهدنا في قمتنا غير العادية في مارس الماضي بحشد الموارد العاجلة، وساهمنا جميعا في بداية الأزمة بما يزيد على 21 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة، واتخذنا أيضا تدابير استثنائية لدعم اقتصادنا واقتصاداتنا من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات، كما تمت توسعة شركات الحماية والاجتماعية حماية الفئات المعرضة للفقدان وظائفهم مصادر دخلهم، وقمنا بتقديم الدعم الطارئ للدول النامية، ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعها لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المتخصصة متخصصة الدخل. وبذلك فإن واجبنا الارتقاء مع المستوى التحدي لهذه القمة، ونطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة.